السلام عليكم، راح أعطيكم اليوم طريقة الحساب الذهني للأعداد الصحيحة الموجبة في الجمع والطرح. أنا عندي 17 زائد 14. الموضوع حكالي أنه أنا لازم أجري عملية الجمع بالحساب الذهني وليس بالعملية العادية، يعني ما بيجي الطالب بيقول بيحكي لي أنه آحاد زائد آحاد وعشرات زائد عشرات بقوم بجمعها. لا، لازم أنتبه أنه طلب مني طريقة الجمع بالحساب الذهني. كيف طريقة الجمع بالحساب الذهني؟ أنا عندي العملية جمع، ما أنه العملية جمع لازم لما بدي أفكر أني أجمعها بطريقة ذهنية أني أوصل أحد طرفي المسألة لرقم من مضاعفات العشرة. كيف هيك؟ أنا عندي 17 زائد 14، عشان أوصل هذا الرقم لرقم من مضاعفات العشرة بس بضيف له 3. بالجمع لما بضيف لجهة 3 أو أي عدد لازم أطرح من الجهة الثانية، يعني هون زائد 3 هون ناقص 3. 17 زائد 3 20، 20 زائد 11 ويساوي 31. مرة ثانية، أنا عشان أجري عملية الجمع بطريقة ذهنية لازم أوصل أحد طرفي المسألة لرقم من مضاعفات العشرة. طالب حكالي أنا بدي أشتغل على هذا الطرف، الطرف هذا حتى أوصله من مضاعفات العشرة أسهل لي إني أضيف له 3. ضفت له 3 صار 20، ضفت على طرف 3 لازم أطرح من الطرف الآخر. طالب آخر بيحكي لي أنا بدي أحلها بطريقة تانية، 17 زائد 14 نفس المسألة بده يحلها بطريقة تانية ذهنيا، طبعا مرفوض الحل بالطريقة العادية. الطريقة الذهنية الثانية طالب حكى لي أنا بدي أوصل هذا العدد لمضاعفات العشرة أو مضاعفاتها، بنقص 4 من هون، نقص 4 هون لازم يضيف 4 لهي الجهة، زائد 4 صارت 21، ناقص 4 صارت 10، إذا صار عندي رقم 31. أنا طبعا بفضل هاي الطريقة لأنها مش بفضل هاي الطريقة، بهاي المسألة عندي إني أنا أضيف على هذا الطرف 3 أفضل من أنه أنقص من هون 4. على الجهتين الحل صحيح، بس دائما بنلجأ للإشي الأسهل ذهنيا أنه ينحل. تمام؟ مسألة أخرى، 67 زائد 16، أنا بدي أعمل أحد طرفي المسألة من مضاعفات العشرة، عشان هيك شو لازم أعمل؟ لازم أضيف هون 3 بعملية الجمع، ضفت على رقم 3 لازم أطرح من الرقم الثاني، 67 زائد 3 صارت 70 وهي رقم من مضاعفات العشرة، هون نقص منها 3 صارت 13 والناتج 83. هلأ نفس المسألة ممكن يحلها طالب بطريقة أخرى، كتبت لكم إياها، إنه بده يضيف على الطرف المسألة زائد 4 ويطرح من الطرف الثاني ناقص 4 الناتج 63 زائد 20 بيعطيني نفس النتيجة 83. الطريقتين نفس النتيجة وبقدر يستخدم أي واحدة، بس دائما بفضل إنه ياخد طرف من المسألة يضيف فيها أو ينقص منها عدد بسيط عشان يسهل عليه طريقة الحساب الذهني. بالطرح بيختلف الموضوع بشكل جدا بسيط، أنا لازم أوصل طرف المسألة الثاني لرقم مضاعفات العشرة. عشان أوصل هذا الطرف لمضاعفات العشرة الأفضل لإلي بنقص 4. بالطرح إذا نقصت من طرف عدد لازم أنقص من الطرف الآخر عدد. عملية الجمع كانت تختلف، إذا نقصت من جهة لازم أزيد من جهة، وإذا زدت من جهة لازم أطرح من جهة. أما بالطرح إذا نقصت من جهة لازم أنقص من جهة الثانية، وإذا جمعت بجهة لازم أجمع برضو بالجهة الثانية. هلأ بس هدفي بيختلف عن هدف الجمع، إنه أنا لازم أوصل الطرف الآخر بالمسألة لرقم من مضاعفات العشرة. 67 ناقص 4 63، 63 ناقص 1 ناقص 30 الناتج يساوي 33. طالب آخر بيحكي لي أنا بدي أوصل الطرف هذا لمضاعفات العشرة بطريقة أخرى، 67 ناقص 34 بحكي لي أنا بدي أوصلها لمضاعفات العشرة، بدي أضيف لها 6 وبضيف للطرف الآخر 6. 67 زائد 6
73 ناقص 40، الناتج 33، أيضا نفس الناتج. بس أنا بفضل هاي الطريقة أسهل للطالب. ليش؟ لأنه ما اضطر يجمع عدد لعدد كبير، يعني وصل لناتجه، يعني اسمها حساب ذهني. إذا بدي أوصل للطريقة بأبسط الطرق. هلأ عندي مسألة تانية، 96 ناقص 78، لازم أوصل هذا الطرف لرقم من مضاعفات العشرة. شو لازم أعمل؟ طبعا بدون تفكير زائد 2، هون مباشرة لازم أزيد زائد 2، صارت عندي 98 ناقص 78 زائد 2 ناقص 80. هيني وصلت هذا الطرف لمضاعفات العشرة. بكل بساطة الجواب 178. 178 طبعا ما باجي بحكي للطالب، ما بيجي يحكي لي طالب انه هون بدي اطرح من 8، يعني بطلت حساب ذهني، صار مشواري طويل، بدي اطرح من هون 8 واطرح من هون 8، صارت اصلا حسابها صعب على الطالب. انا دائما بلجأ للطرق الابسط. هلا ان شاء الله اكون وصلت فكرة الحساب الذهني، الاعداد الصحيحة الموجبة في الجمع والطرح بشكل يستوعبه الاهالي والطالب. واي استفسار الحصص الجاي راح اشرح فيها طريقة الحساب الذهني في الضرب. وأي استفسار أنا جاهزة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم.